اعتبر نفسك في بيتك يا معالي الباشا، فك كده ورحرح وعيش. الرحرحه دي مش بتاعتي انا. رمانه فين؟ جايه يا سعاده الباشا، رمانه جاي. اصبر بس عليا 5 دقايق وهتلاقيها داخله هل علينا. بصي بقى، انا عايزك بشويش واحده واحده كده على روحك. خايف عليا قوي يا اخويا. احنا محتاجينك يا نجمه. خشي برجلك اليمين. اهلا 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 يا حب. اهلا يا ست رمان. اهلا وسهلا. ما تتفضلي تنوري قعدتنا شويه. معلش اصل انا مش عايزه اغرمكم تمن الازازه. لا ازازه ايه؟ الكلام ده ما ينفعش مع الدكتور هنا. انت اللي زيك اتعمل له خط انتاج ازاز بحاله عشان يحن علينا. اتفضلي اتفضلي. طب انا هاخد لي لفتين وارجع لك تاني. خد لك 3 لفات. شلف اعتبره حصل يا حبيبي. تعالى. اهلا بيك. اهلا اهلا اهلا. Oh,
والنبي ما تعملي في نفسك كده، الدنيا يا اختي مش مستاهله دي، فانيه بالله عليها. ابعدي يا بيسا عني دلوقتي، انا مش طايقه نفسي، مش طايقه حد، ارحموني بقى. لا اله الا الله، والنبي ده انت سايباكي عين ما صليتش على النبي يا ستي. لا حول الله يا ربي، لا اله الا الله. طب اهدي شويه. الكلام ده صحيح يا مطني؟ ايه اللي صحيح يا حجه؟ انا شايفها بعيني وهي بتمرمط الراجل في الشارع، وسابته وخد التاكسي وراحت طالعه على البيت لوحديها فرضاني. وانتوا بلغتوا خميس بالكلام ده؟ لا لسه، هو مستني مني تقرير الصبح، بس انا قلت اسبق وابلغ معاليك الاول. انا عايزك تقول له الكلام اللي هقوله لك بالظبط. اقول له ايه يا حجه؟ ان العربيه زاغت منك، وانت ما تعرفش راحت على بيتها ولا راحت على بيت الجدع اللي كانت معاه. ايوه يا حجه، بس هي يعني بقول لك ايه؟ نفذ اللي بقول لك عليه. طيب افرض يا حجه ان هو عرف ان ده ما حصلش. وهيعرف منين يا خفيف؟ هو طايق يشوفها لما هيسألها؟ ماشي يا حجة، اللي تأمر بيه. كده يبقى عملنا اللي علينا ونفضى بقى لأكل عيشنا. امشي انت دلوقتي. حاضر يا حجة. المنظر من هنا تحفة، تحس ان كل الناس عريانين، لا حد متداري ولا حد مستخبي، كله مفضوح مكشوف على الاخر. هي ليلتنا هترسى على ايه بعد كده؟ يعني ايه هترسى على ايه؟ هنروح البيت طبعا. نعمل ايه؟ نروح بعد كل اللف ده وتقولي نروح؟ بقول لك ايه يا براء، انت دماغك عجباني، بس بصراحه كده انت مش التايب بتاعي. طيب الا طيب، ده انا طيب قوي وابن حلال وعجبك كمان يا بنت. ده انا براء النوح. اهدى على نفسك شويه، خلينا اصحاب ويمكن تعجبني بعد شويه. ماشي. بقولك ايه، معايا سطرين تيجي نشدهم. مش قلت لك ان دماغك عاجباني؟ حاجة، أنا بحكي اللي حصل يا معلم. معلم يا الله يخرب بيتك، أنت خليت فيها معلم ولا نيه؟ أنت إيه اللي حببته ده؟ أنت عارف العملية دي ممكن ترسى على إيه؟ ما ترسى زي ما ترسى يا حاج، في إيه؟ وأنا كنت عملت إيه يعني؟ البنت جاية، ده أنا حتى قلت إنك هتفرح بيا وتسقف لي. أفرح بإيه يا أهبل؟ أفرح بإيه؟ عارف أبوها لو عارف حاجة زي دي هيعمل فيك إيه؟ هيعمل إيه يعني يا حاج؟ يعمل اللي يعمله يعني، وأنا كنت عملت إيه؟ اسكت! اسكت خالص! مش عاوز أسمع الصوت، يا ريتك تخرج من وشي! قوم يالا! قوم يالا! امشي! امشي! خلاص يا حاج أديني ماشي! يا نهار أسود ومنيل! أنت العمروتي! المستر! ربنا يستر. أحبك. تعالي هنا. يا كرم. ليه الاصطباح العسل؟
بحبك. ايه الجو التركي ده؟ تحبيني؟ انا كمان بحبك. انما ايه جو الفطار ده؟ ها؟ انت عارفه كويس ان انا ما بفطرش. كرامة، انت عارفة غلاوتك عني صح؟ وعارفة انا بحبك قد ايه؟ عشان كده اي حاجة انا عملتها قبل كده او هعملها عايزك تبقي عارفة كويس قوي ان مش قصدي بيها اني ضايقك. ما تخافيش، مفيش حاجة تقلق ولا توتر. أنا يعني إيه؟ حسيت إني عايز أقول لك الكلمتين دول. إحنا صحيح في سوء مزاج، إنما في الحقيقة مفيش حاجة بنعملها على كيفنا. أوقات كتير بنعمل حاجات غصب عننا. يعني عشان المركب تمشي والمصالح بتتصالح. يتوب علينا ربنا. أنا عاوز أعرف إيه اللي بيحصل في البيت ده؟ أنا بقيت حاسة كده إن أنا عايشة في سيرك. في إيه يا مطر؟ ما تصطبحي وتقولي يا صبح. صبح؟ وأنا ما بشوفكش بالليل غير متلقح هنا على السرير. وما انتش دريان بنفسك وما بسمعش غير شخيرك. وعايزين افوق عشان ايه بقى ان شاء الله؟ كنت اشوف ايه حصرة. ده ناوي تتجوز عليا يا براء؟ وانت يهمك في ايه يعني؟ هتعملي لي بقى فيها غيرانة ومش عايزة جوزك يتجوز عليك يا اختي؟ اسمع يا براء، أنا أبويا سماني مطرة عشان أرطب على قلوب الناس اللي حواليا، ومن يوميها وأنا بستحمل كتير وبخزن زي أجدعها جمل بتربيه عندك. بس يوم بقى ما هتجيب لي درة وتخليني على ذمتك هتلاقي مطرة تانية خالص غير اللي كنت تعرفها. مطرة مصحوبة برعد وبرق يقلب حياتك عليها وطيها. فاهمني؟ انتي بتهددينا يا مطرة؟ يكون في معلومك انا لغاية دلوقتي ماشي في سكة تراضي ما بيننا عشان عظم التربة، ها؟ انما انا لو حطيتك في دماغها مطرة هشيلك من على وش الارض، هعلقك كده بين السماء والارض، هخليك تتمني الموت وما تطلهوش. وعايزك تطمني، تطمني أوي، أنا مش هتجوز عليكي، مش عشان ميت في دم أديبك ولا عاشق سواد عيونك، لأ، عشان أنت قرفتيني من جنس الحريم كله. بس أبوك ناوي يعملها. هتجوزها؟ تتجوز مين يا حاج؟ انت مش لسه قايل ان انت قررت انها يعني الحكومه؟ عايز تتجوزها؟ انت عايز تجنني ولا ايه؟ ده بدل ما تقول لي روح طويها وارميها في اي صفحه زباله واخلص منها. مش بقول لك هتفضل طول عمرك غشيم؟ يا افهم، بنت دي الحكومه زرعتها في بيتي، يعني تعدوا حرمتي ودهسوا فرشتي. اعدى انا كل ده بقى؟ لا، تعدي ازاي؟ ده انت لازم تكافئها على مجهوداتها العظيمة وتتجوزها وتعمل لها أحلى فرح في الدنيا. بقولك يا حاج، ما تعزم الحكومة كمان بالمرة. وربنا فكرة ما خطرتش على بالي يا ولد. انت عايز تشلني يا حاج؟ عايز تشلني؟ يا ابني الهداوة، افهم، الجوازة دي أكبر كف للحكومة. بقولك يا حاج، مبروم على مبروم ما بيلفش،
وانت عارف ان انا صايع ومدقدق. قول ان البت عجباك واكل لك مخك. من ناحيه عجباني عجباني، انما بقى واكله مخي ليه زياده حبتين. بجوازي منها هبقى قطعت اي حبل موصول بينها وبين الواد الظابط ده. انما لو قتلتها معلم اول واحد هيلبسها انا، وده اللي هما مستنيينه. عاوز نصيحة ابوك، اوعى تسيب عظمة وراك، لان هتلاقي كلاب كتير تحوم حواليها وتجيبك بيها، ودي غلطة اي واحد بياخد اللحم ويرمي العظم. Good evening, gentlemen. Please allow me to introduce to you Mr. Khamis Abu Senna, also known as Efendina. Assalamu alaikum. بقول لك يا حبيبي. ايه ابيض والله. ابيض والله. قول لي فين بيت العسكري المغاوري؟ العسكري المغاوري او الشباك اللي هناك ده. بس لو ما مشيش معاك احمر معانا بني حاجه نظيفه. على فكره انا اللي بقضيله. ابعد من هنا خالص يا حبيبي، ابعد من هنا خالص، مش عاوز اشوف لك اثر هنا. وارمي السيجاره اللي في ايدك دي، ارمي السيجاره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز حاجه يا اخويا؟ العسكري مغاوري. ايوه يا اخويا موجود بس مريح شويه. طيب ممكن تديله خبر ان انا عاوزه؟ طيب اتفضل اصححهولك. حاضر. مغاوري مغاوري اصحى يا مغاوري. ايه عايزه ايه؟ في واحد يا اخويا بيسال عليك. قوم يا ولد. مين؟ قوم افتح الباب بسرعه. يا رب يا ساتر. حسن باشا. اسف باشا. تبع فول يا باشا. على مهلك. ازيك يا باشا؟ تعال قوم ياض منام. قوم. اتفضل يا باشا. اتفضل يا باشا. ازي سعادتك يا باشا؟ الحمد لله على سلامتك يا مغاوري. الله يسلمك يا باشا. اجري يا بنت بسرعه، خلي حد من العيال يروح يجيب حاجه ساقعه ولا اي حاجه حلوه. يلا. حاضر. لا مالوش لازمه خالص، مش عاوز حاجه. لا اودي تيجي برضو، ده احنا النهارده زرنا النبي، لازم تشرب حاجه. والله ان كان ولا بد يعني يبقى كوبايه شاي. الباشا معلقه سكر واحده. ها يلا بسرعه. حاضر. يلا وانا قوم. قوم يا ولد. قوم تعالى تعالى قوم. خطوه عزيزه يا باشا. يعز مدارك يا مغاوري. انا لما عرفت انك مديت اجازتك قلقت عليك، او سالت عليك قالوا لي انك تعبان، قلت لك اطمن عليك. اه باشا ده والله الواحد ما فاهم، حلي مهدود وصدري زي ما سعادتك شايف كده، شكلنا عجزنا يا باشا. والله رجعت 100 سنه لورا. عيالك دول يا مغاوري؟ Au début de l'année 80, quand le coq a apparu, il y a bouleversé le marché. Et c'est ça le signe d'un bon marché promissant. Et votre pays a montré de grands pas de progrès dans son marché. في بداية الثمانينات لما ظهرت البودرة قلبت السوق بمكسبها اللي كان 4 أضعاف الحشيش، وانتشرت البودرة وما اختفاش الحشيش، وهي دي علامة جودة السوق الناجح. وبلدكو قدر انها يعمل طفره في نجاح هذا السوق. Aujourd'hui, le tramadol a pris fort au marché et son pouvoir de concurrence est devenu de plus en plus évident. Surtout qu'il est en le moins cher et le plus facile à transporter. النهارده الترامادول ظهر بقوه في السوق وقدرته على المنافسه بقت اقوى بكثير، خصوصا انه الارخص سعرا والاسهل نقلا. And its benefits become 10 times the benefits of the other kind. It's especially known for its sexual effect, and this is the fastest way to publicity. ومكسبه وصل لعشرة أضعاف غيره، خصوصاً إنه مشهور بمساهمته الفعالة في العملية الجنسية، ودي أسرع وسيلة دعاية له. Nous voulons que le tramadol prenne sa place côte à côte au coq et au hache pour que le marché égyptien garde sa qualité.
احنا عايزين الترامادول ياخد مكانه جنب البودرة وجنب الحشيش عشان يفضل السوق المصري محافظ على علامة جودته. And for not making the same mistake as our predecessors, we must be conscious of every product that is to complement the movement of the market so that it can accelerate at any given time. وعلشان ما نقعش في نفس الغلطة اللي وقع فيها غيرنا زمان لازم نبقى واعيين كويس قوي إن أي نوع مخدر جديد هو مكمل لحركة السوق ومنشط في بعض الأحيان. C'est-à-dire, c'est possible, on peut très bien diminuer le H, diminuer le coq, dans le quartier dans le, où le tramadol n'a pas encore été propagé. Et dès qu'il prend sa place normale, le mouvement de vente des autres produits revient comme il était. يعني ممكن قوي نخفف الحشيش ونقلل البودرة في المناطق اللي لسه ما انتشرتش فيها الترامادول وبمجرد ما ياخد مكانه الطبيعي ترجع حركة بيع الأنواع التانية زي ما كانت. الأصل شاح المضروب زي المية، لا طعم ولا لون، الدماغ هتنفجر. وكده يا باشا زي ما تكون نحاست، يعني كل كده على بعض يا باشا تحس زي ما اكون مضروب في الخلاط. عفرت كتير في الاخر ما قدرتش، وقعت زي ما سعادتك شايف كده. انت لسه بتضرب الباب ده يا مغاوري؟ ما عادش ينفع نخلع منه يا باشا، خلاص ده بقى بيجري في الدم. بعدين من غيره يبقى الحال زي ما انت شايف كده، لا قادر اقيم حيلي ولا قادر اقف على طولي. ده غير لما صدقت يا باشا ان العاهه بان عليا عشان اخلع من واجب لحد ما اشوف لي صرفه. انت عارف يا مغاور انا ليه دورت عليك وجيت لك لحد هنا؟ لانهم لما قالوا لي انك تعبان كنت متاكد ان اللي رميك ومعييك هو الهباب اللي انت بتبلعه ده. عشان كده قلت اتاكد، وبعدين اتاكدت. مكتوب يا باشا. ده مرض يا مغاور ولازم له علاج. ربنا هو الشافي يا باشا. ربنا ادانا عقل يا مغاور علشان نفكر بيه، مش علشان نغرق نفسنا الغرقة السوداء اللي انت مغرقها لنفسك دي. في حاجة يا باشا؟ هو مغاوري مزعل حضرتك في حاجة؟ لا ابدا، انا اللي متضايق شوية. اعمل لساعتك شوية نعناع يروقوا دمك؟ لا ملوش لازمة، انا ماشي. ما بدري يا باشا. مغاوري لما تقف على حيلك وتوصل بطولك بديني تمام في المكتب، عشان في كلام بينا لسه ما خلصش. أوامرك يا ياسر باشا. صباح الفل والياسمين. ايه ده يا ابلة ده؟ ايه كل السجاير دي؟ انت كده بتنتحري. كله محصل بعضه يا بيسا. هو الملط ده قال لك حاجه زعلتك؟ الملط عايز يعريني يا بيسا، بيسلمني زبون. شفت انا وصلت لايه؟ ناقص يسعرني بين الزباين. قطع لسان اللي يقول عليك الكلام ده يا ستي، قطع لسانه 100 مره. هو عارف كويس قوي انك زنت المحل وست الستات والكل عارف الكلام ده. مش هنضحك على بعض يا بيسا. خلاص اضربي له اليوم وما تروحيش الشغل النهارده. مش هينفع وانت عارفه كده كويس. ايوه بس ده انت كده هتقعي من طولك. هشرب قهوه وافوق. معايا حبايه حمراء من اللي خدتيها المره اللي فاتت. هاتي يا اختي، هاتي اي حاجه عشان اقدر اصله بطولي بدل ما اقعد على المسرح والزباين يضحكوا عليا. ايه يا العسل دي؟ دي قطران مش عسل. خدي هتبقي فله. تعرف اللي حصل النهارده ده خميس معناه ايه؟ معناه ايه يا باشا؟ معناه ان الناس دي اختارتك تبقى الراجل بتاعها. ما ده طبعا بترشيح من معليك. انت اللي جاي يا خميس. بدماغك واتصالاتك السوق هيكبر والمصالح هتكتر. يا باشا انا عمري ما اشتغلت في البودره. عايزني اشتغل في الكيمياء؟ انا بتاع مزاجه بس. مزاج بس، حشيش بس. خليني كده، ليه عايز تهدفني في البعيد؟ ما انا بتاعك برضه في القريب. انت هتزيح من على صدري هم كبير قوي يا خميس. النوع كبر خلاص، وابنه قهوج. وابو سلمى جربناه ما نفعش. يبقى الامل فيك انت. انا عمال اقلبها في دماغي من ساعة ما قلتها لي، مش لاقي لها مالكة. عضة معايا ومش سالكة. ما القرشين اللي نصصتهم مع النوح كانوا جايين من الكيمياء برضه ولا ايه؟ لا يا باشا دي غير دي.
والتانيه كانت حق بترد لاصحابه. انما الهلومه بتاعت النهارده دي ده جو خض، ده عيل درسه. انت خلاص خطيت العتبه يا خميس. يعني حدفتني شمال يا باشا. مش انت اللي بادعها وبتقول انه كله شمال؟ يتوب علينا ربنا. بضحك. ها طمني يا علي، عرفت حاجة؟ ما بتردش خالص، اختفت تماما. أكيد إنه كشف. أنا كنت متأكد إنه كشف، بس كنت مستني بس أشوف هيعمل معاها إيه. يكون قتلها؟ أمال وداها فين؟ احتمال تبقى لسه في الفيلا. احتمال، واحتمال يكون سفرها بعيد. والله كله هيبان. إحنا خسرنا مصدر مهم جدا. هتصدقني يا علي لو قلت لك إن المصدر ده ممكن يكون هو اللي مضللنا من الأول خالص؟ قصدك باك فاير؟ لا 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 لا، كل اللي كانت بتقوله كان بيتحقق بالظبط ومتفق مع التقارير والتحريات بتاعتنا. عشان كده لازم نراجع حساباتنا في كل المعلومات اللي كانت عندنا ونبص للموضوع بشكل مختلف. أكيد هنوصل لمعلومات جديدة، أكيد. فكر بره الصندوق يا علي، بره الصندوق. بره الصندوق؟ آه بره الصندوق. وعين هو كل اللي اتعلمته من تجار المخدرات باك فاير؟ العفو يا باشا، أنا هفكر بره الصندوق أحسن. انت يا بنتي مزغوده، يطلع منك كل ده. اسكتي، انا هشيل بتاع اللي على بقك ده، بس اياكي حسك يطلع، لا يخلصوا علينا وانتي. والنعمه انا خلاصي، خلاص اديك على قفاكي. والنعمه انا مظلومه، ما عملتش حاجه، ده انا غلبانه وحياه ربنا. يا بنت انت هتستهبلي يا بنت، ده انا شايفاكي وسامعاكي بودني. شفتي وسمعتي ايه؟ طب ست مطر، حكايتك مع المعلم من الحكومه لحد الجواز اتخرصتي يعني. والنعمه انا مظلومه، واديكي شايفه يعني المعلم رماني اهو وسابني. انت يا بنتي كنت بتتجسسي علينا. والنعمه انا مظلومه، وحياه ربنا انا مظلومه، ده ظابط كده يعني، انا حتى مش فاكره اسمه، حاول يقرر فيا بس انا ما قلتلوش حاجه. شفتي بقى لعبتي لعبتك عشان تجيبي رجل الراجل ويتجوزك. يتجوزني؟ يعني هو لو كان ناوي يتجوزك انا هيرميني الرميه السودا دي؟ ما هو خايف لا تزوغي. نبي يا ريت يتجوزني، هو هينوبوا ثواب فيا، اصل انا مش حمل مرمطه الشوارع. بقول لك ايه يا ست مطر؟ عايزه ايه يا بنت؟ ينوبك ثواب فيا كده يا رب قادر يا كريم، في ايديك الطهره دي تجيبي لي شويه محشي على فرخه كده. عايزه فرخه ومحشي؟ أصل أنا موقوتة كده وما أكلتش حاجة من في إيه يا ست مطر؟ على بنتك أنتِ موقوتة؟ إخراصي خالص والله لا أصور. إخراصي لحسن الناس اللي شبشب ده على جتتك، إخراصي تاني. ماشي، ربنا على الظالم والمفتري. لو إخراصي خالص، إخراصي ما أسمعش حسك لناس اللي شبشب على دماغك. والله انت صعبانه عليا في قعدتك دي. ليه يعني؟ عشان لسه ما قاليش اي حاجه؟ ولا هيقول لك. يا بنتي ده بيعاملك زي ما تكون اخته الصغيره، ولا حطك اصلا في دماغه، وكل اللي انت بتحكيه هو اللي بيقول كده. احساس انا بيقول غير كده. لو شفتي عينيه هو ملهوف عليا ساعه الحادثه، ولا لما جالي يتسحب زي العيال الصغيره وقعد يحكي معايا لوش الصبح، كل ده ومش حاسس بحاجه؟ انت عايشه زمن عدى وتهلس من مسلسلات التولكي. فوقي بقى يا بنتي. الدنيا من غير مشاعر لا تتحس ولا تتعاش، وصدقيني حبه حب قد كده هما اللي بيخلوا واحده زي تقدر تعيش وتكمل في الدنيا، ولو اتحرمت منهم مش هقدر اعيش. يا بنتي خليكي واقعيه، عيشيها زي كده، عيشي الحياه زي ما هي، ما تزوقهاش ولا تحطيها في برواز قديم. وبعدين الحبايه لا بلبحها ولا نفسي مش عارفه اي حاجه في اي حاجه.
النفر مننا بيجيله الفرص مرات قليلة قوي في حياته، الشاطر بس هو اللي يستغلها ويكسب منها على قد ما يقدر، إنما الغبي هو اللي يسيبها تمر من قدام عينه من غير ما يقفش فيها. وأنا بقى ما سبتش أي فرصة إلا ما قفشت فيها بإيدي وزني وعملت كل اللي أقدر عليه عشان ما تفوتنيش. وده اللي خلاكي في وقت قصير قوي تبقى أهم نجمة من نجوم المحل، ومش بس كده صورتك تكبر ونمرتك تتثبت. كل فضل توجيهاتك يا كابتن، وفضل موهبك المبالغ فيها. اسمعيني يا بوسي، في واحد بيشتكي من صاحبتك، هيخش المكتب هنا كمان 10 ثواني. مهمتنا الوطنية أنا وإنتي إن المحل ده ما يخسروش. تحت أمرك يا برنس، ده أنا تلمستك. ربنا يبارك لي فيكي وفي مواهبك. يا باشا يا باشا ما تزعلش نفسك، رمانة ما كانش قصدها زنجتك صدقني. مالطة يا بيدون، أنا ليا حق عرب عندك. أمرني، أنت هنا عشان تأمرني. بوسي الوطنية. أهلا أهلا يا باشا، اتفضل. ماشي يا جميل، براحتك على الآخر، المكتب مكتبك، أنا هنا غريب. هو ده برضو العشم يا مام. يلا يا شلل. يلا يا برنس. رباني الراجل داخل شايط على الاخر، وزعابيد المشير كلها بتتنطط في خلقته، خدوا الواد شلبي وطلع بيه على الكابتن. يا اختي يخبطوا دماغهم في اكبر حيطه. يا ست رمانه، دي علب ومقفوله والكل متكربس فيها، بلاش عوق مع الناس دول، لحسن دول قرصتهم والاب. قبري لمهم كلهم، انا خلاص زهقت، زهقت من العيشه دي، زهقت. العيشه دي انت اللي رجعت لها برجليكي وبوست الايادي عشان يبقى لك مكان فيها. روحي يا بيسا راقب الكيك بتاع البرنسيسة. عيني سيدي. اسمع يا مرض، انا معاك في كل اللي انت عايزه، بس برضك الموضوع مش بالغصب. مين قال انها غصب؟ انا قلت انها غصب؟ الراجل اللي راح يعيط لك وجاي لي لحد هنا عشان تاخد حقه. سيبك من الراجل ده، انا خلاص رضيت وخلصنا. امال جاي ليه يا اخويا؟ عشان الكيت؟ جاي عشانك انت، عشان غلاوتك. انت عارفه غلاوتك محفوره في قلبي قد ايه. قصر وهات من الاخر. دكتور الهردة بره في الصاله. هو ايه كل ليله؟ ان شاء الله تبقى الف ليله وليله. المهم ان هو يكوع واحنا نكسب. الراجل متسلم تسليم اهالي، انا عايز الم مكسبي عشان انت تقبضي. ولا ايه يا ميمه؟ يتوب علينا ربنا. ايه ده؟